أنا صدقوني بحس إن مفيش حاجة تعالج الإحباط واليأس قد الصليب. ليه؟ لما أشوف إن ربنا حبني لهذه الدرجة هيأس ليه؟ هتضايق من نفسي ليه؟ طب أنا وحش وكلي خطيه واستاهل الهلاك 100 مرة، إنما اللي عمله ده بيأكد لي إنه مش هيسيبني أهلك، كونه مات على الخشبة واستحمل الذل ده كله، فكأنه بيقول لي ما تخافش أنا مسؤول عنك، كل خطاياك هشيلها، ولو غلطت تاني برضه هشيل وهفضل وراك لغاية ما أجيبك. إذن الصليب علامة الحب، إحنا بنفتخر بالصليب وبنفرح بيه، لأنه عاوزين نقول للعالم كله إحنا محبوبين. الخبر الحلو اللي عندنا يكمن في الصليب. ليه؟ لأن الناس مش عارفة إنها محبوبة، البشر اللي حوالينا دول مش واخدين، كله بيعاني من نقص حب، كله عمال يشحت حب من الناس، وكله مش طايل الحب، إنما في مصدر حب ضخم بأمارة الصليب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. فبداية كده الصليب بيقول لك طول الوقت ربنا بيقول لك أنا بحبك قوي، اللي انت مش راضي تسمعه ولا تركز فيه ولا تفهمه ولا تستوعبه كفاية، ان ربنا على الصليب او بالصليب بيقول بإلحاح شديد أنا بحبك جدا. لكن الواحد فينا فاكر نفسه رخيص، وفاكر نفسه ملوش لازمة، وفاكر نفسه محدش بيحبه، وفاكر نفسه ما يستاهلش الحب. ده كل ده مشاعر يعني صغر نفس. لكن الحقيقة ايه بقى؟ الحقيقة انك محبوب قوي، وانك غالي جدا بأمارة الصليب. عشان كده الموضوع يحتاج الى تأمل، ان الواحد يفكر في الصليب شوية، لان لما تفكر في الصليب الدنيا فعلا تصغر في نظرك، تحس انك كبير قوي بالربنا. انت كبير بالصليب، لانه ده تمنك انت، وتمنك انت طلع غالي قوي. يجوز نكون فقراء روحيا وبنخاف وبننزعج وبنشحت حب من الناس ومستنين كلمة تشجيع ومخضوضين ومرعوبين، يمكن نقص صليب، بقول كده، يمكن مش شبعانين، يمكن مش مدركين، يمكن لو أدركنا هنعيش اللي عاشوه القديسين دول، لما بيقول أنا بحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين إيه الطول وإيه العرض وإيه العمق وإيه العلوم، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. يبقى لسه بدري. الصليب راسه في السماء، يعني إيه؟ يعني الصليب ده بين الأرض وبين السماء، كأن المسيح بيعزمنا على صليبه وبيقول إيه؟ تعالوا تعلقوا معايا وناخدكم معايا السماء. أنا نزلت الأرض، شلت الخطية في صليبي، تعالوا تصلبوا معايا وأنا الباقي عليا، أخدكم معايا السماء. فإحنا بنبقى عاوزين نتصلب. نتصلب بمعنى إيه؟ يعني نموت عن العالم، مش عاوزين نعيش للشهوات، مش عاوزين نبقى ماسكين في الدنيا زيادة، عاوزين نتصلب في الصلاة، وقفة الصلاة ورفع الإيد دي صليب، عاوزين نتصلب في الصوم، نشد شوية على أجسادنا، عاوزين نتصلب في الخدمة، نتعب ونتوجع شوية عشان غيرنا، ما كل ده شركة آلامه أو يعني معاني من معاني الصليب. في المقابل إيه؟ اللي يشيل صليب ويجي وراي على السماء. من أراد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه إيه ويحمل صليبه ويتبعني، يتبعني يبقى هيمشي ويدخل ورا السماء. بنفس المعنى لما النشيد عروس النشيد تقول تحت ظله إيه اشتهيت أن أجلس، يعني إيه؟ أنا أقعد تحت الصليب كده وإيه ومش عاوز أقوم. الظلة بتاعته يعني إيه؟ قاعدة تحت الصليب. أو في المزمور لما يقول إيه؟ تحت جناحيه أعتصم. كل المعاني دي معناها الواحد بيتدفى في الصليب، يجي تحت الصليب ويقعد كده زي الكتكوت اللي يدخل تحت جناح الفرخ. وده تعبير قاله المسيح برضو، كم مرة أردت أن أجمع أولادك يا أورشليم إيه؟ كما تجمع الدجاجة فراخها.
كان يقصد الصليب، ما هو على الصليب هيعمل ايديه كده عشان يلم الدنيا تحتيه. ايه رأيكم؟ اكيد في كل بيت يا في صليب يا في صورة صليب، يعني ما اظنش في بيت من بيوتنا ما فيهوش. انما خلونا نعمل التدريب اللي كان بيقوله ابونا بشوي كامل زمان كتير، ان الواحد يقعد تحت الصليب شوية، يعني يبقى حاطط صورة الصليب قصاده ويقعد تحتيها شوية، يقعد قصادها يعني، تقعد تبص كده وتكلم المسيح اللي على الصليب، تقول ترتيلة كل يوم تحت صليبك مثلا، او قصة الحب العجيب، او تقعد تكلم ربنا المصلوب، او تقعد تفكر يعني ايه المسيح ربنا ده في مسامير في ايده، في وجع شديد عشاني عشانك، ويعني ايه الصليب ده لغى كل الخطايا، شال كل حاجة ويقدر يشيل تاني وتالت لسه، وان الصليب ده خلاص كسر الموت، كسر، فبقاش الموت يخوف، ملوش شوكة، ما بيعورش، ما بيوجعش الموت خلاص، طلع المرارة بتاعت الموت، بقى الموت طعمه حلو، ما بقاش طعمه وحش زي الاول. وازاي الصليب ده هد الشيطان، جرده من كل قوته وكسر شوكته برضه. كل المعاني دي الواحد لما يقعد يفكر فيها يطلع من القعدة دي حاسس ايه، ده الموضوع سهل، ده الموضوع حلو، فما يتغلبش من اليأس ولا الإحباط ولا الخوف ولا القلق ولا الكلام اللي بيحاربنا ده، معناه نقص صليب، معناه ان انت مش عارف قيمتك.